الدرس 21 الصفحة 26 منتصف قطعة مستقيم. بما أن هذا هو الدرس سيكون الرمز مهم جدا. كيف أرمز لمنتصف قطعة مستقيم؟ كيف أعبر رياضيا؟ الجواب في التمرين 3 أم منتصف قطعة المستقيم AB. نكتب A بالفرنسية و B بالفرنسية وأجعلها بين عارضتين. هذا الرمز الذي سيستمر معنا. أتمرن أحط رقم الحالة التي تشكل فيها النقطة أم منتصف القطعة. نبدأ بالحالة الأولى، أم منتصف القطعة. نعم، لأن المسافة بين أم و A 2 والمسافة بين أم و B 2، فتكون هذا جواب صحيح. المسافة بين أم و A 2، المسافة بين أم و B 3، ليست منتصف. أم ليست منتصف رغم أن المسافة بين أم و A تساوي المسافة بين أم و B. هناك شرطان، أن تكون أم تنتمي إلى المستقيم AB وأن تكون المسافة متساوية البعد. الآن أم B أم A متساوية البعد، كذلك هذه مقبولة. لتكون أم منتصف القطعة AB يجب أن تكون أم تنتمي إلى القطعة المستقيمة AB أو تنتمي إلى المستقيم AB. هنا المستقيم AB، هذا هو المستقيم AB، وأم خارج المستقيم AB رغم أن المسافة بين أم و A تساوي المسافة بين أم و B، إلا أن أم ليست منتصف القطعة لأنها خارجة عنه. إذن رقم الحالة، أحد رقم الحالة التي تشكل فيها أم منتصف القطعة، هناك حالتان، الحالة الأولى والحالة الرابعة. بالنسبة للتمرين الثاني، ما عدد القطع المكونة لهذا الخط المنكسر؟ 1 2 3 4. الجواب هو 4. عين منتصف كل قطعة منها. أولا نسمي A B C D E ثم نعين المنتصفات. إذن الجواب منذ قليل قلنا هو 4. عين منتصف كل قطعة. أولا نسمي رؤوس القطع A B C D E، نسمي رؤوس قطع ونعلم بداية ونهاية كل قطعة، لونتها بالأحمر هنا. إذن الدرس تاعنا لهذا اليوم، الدرس هو منتصف قطعة مستقيم. أول شيء أحدد بداية القطعة ونهاية القطعة، هذا أول شيء، ولهذا حددت البداية والنهاية. ثم عين منتصف كل قطعة. التعيين يكون بطريقتان، بطريقة هندسية وبطريقة رياضية، نعبر رياضيا. هندسيا الاف، الاف هنا نحسب المسافة بين اف و بي، ولا ندير تاع شطرنج تاع التنقل على مرصوفة، نمشي بثلاثة نصعد بثلاثة ننزل بثلاثة نرجع بثلاثة، هذه تعلمناها في التنقل على مرصوفة. هنا ثلاثة وهنا ثلاثة، وهنا كيف كيف، يمينا باثنان وصعودا باثنان، نزولا باثنان ويسارا باثنان، وهنا المسافة اثنان اثنان. لأن التمرين سهل ستكون اللغة الرياضية مشروطة وهي موجودة في التمرين الثالث كما قلنا. ماذا أقول؟ F منتصف القطعة المستقيمة A B، G منتصف قطعة المستقيم B C، و H و K بهذا الشكل. بالنسبة للتمرين الثالث، استعمل مسطرة مدرجة وعين نقطة M منتصف قطعة المستقيم AB. المسطرة المدرجة هي هذه، وقطعة المستقيم
والنقطة آم، النقطة آم تقع هنا. إذن عندما أحسب بقطعة المستقيم، عندما أحسب بقطعة المستقيم أجد طول القطعة AB تساوي 4 سنتيمتر. أين تقع النقطة آم؟ تقع في المنتصف، آم تقع هنا. آم في المنتصف. كم ستساوي المسافة بين آم وآ؟ إذن المسافة آم تساوي المسافة آم آ، إذن لا بأس تساوي المسافة آم آ، وتساوي 2 سنتيمتر بهذا الشكل. أقول المسافة آم آ أو أقول آم، نفس الشيء. المسافة آم تساوي المسافة آم آ، بعد النقطة آ عن آم يساوي بعد النقطة آم عن آ، ويساوي 2 سنتيمتر. إذن بالنسبة للمسطرة، إذن منتصف قطعة مستقيمة هو هذا، نعلم بهذا الشكل. وبنفس الطريقة هنا بي آم تساوي 2 سنتيمتر، بي آم تساوي 2 سنتيمتر. لو نأتي بالمسطرة بي آم نجدها تساوي 2 سنتيمتر. بهذا الشكل فعلا بأم تساوي 2 سنتيمتر. التمرين أبحث إليك المثلث، تحقق أن أضلاعه لها نفس الطول. بالمسطرة نجد لها نفس الطول يساوي 4، بالمسطرة نجد لها نفس الطول. إذن لها نفس الطول يساوي 4، هذا 4 وكذلك هذا 4 بهذا الشكل. أربعة وهذا 4. معناه ماذا؟ معناه نعين المنتصفات فقط، المنتصفات مثل ما فعلنا مع النقطة آم منذ قليل. نعين 2 هنا، نعين المنتصف هنا وهنا، تحقق أن أضلاعه لها نفس الطول، تحققنا أنها لها نفس الطول وتساوي 4، عينا المنتصفات ووصلنا بينهما، وأضلاع المثلث الناتج لها نفس الطول أيضا، هذا طول ضلعه 4 وهذا مثلث متقايس الأضلاع طول ضلعه يساوي 4، وهذا مثلث متقايس الأضلاع طول ضلعه يساوي 2. بهذا تنتهي الصفحة 26.